مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنة ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، هنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم الباحثة الآثرية ملك ياسر. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. هاخدكم النهاردة في جولة لمحافظة بني سويف، وكمان هنتكلم عن أهم الآثار والمواقع الموجودة فيها. كتير من الناس ما يعرفوش أن محافظة بني سويف من أهم المحافظات السياحية الموجودة فيها العديد من الآثار الفرعونية والرومانية واليونانية والدينية، وكتير جدا من أهالي محافظة بني سويف بيعتبروها من المحافظات الفقيرة سياحيا بسبب قلة الأماكن السياحية الموجودة فيها، ويتجه أغلبية المواطنين للسفر للمحافظات الأخرى بحجة الاستمتاع بالأماكن السياحية الدينية والفرعونية، بحجة أنها لا تحتوي إلا على منطقة هرم ميدوم وطائرة العبور وحديقة الحيوان. بس النهاردة هنحكي أهم الأماكن السياحية الموجودة في محافظة بني سويف، ومش كده وبس، واللي كمان بتضم كافة أنواع الآثار بعصورها المختلفة الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية وأيضا السياحية. وأول حاجة هنبدأ بيها هي الآثار الفرعونية في محافظة بني سويف. تضم محافظة بني سويف العديد من الأماكن السياحية ذات الطابع الفرعوني، ويأتي هرم ميدوم أولى تلك الأماكن. هرم ميدوم أو ما يعرف بالهرم الكاذب، يقع هرم ميدوم في محافظة بني سويف تحديدا في مركز الوسطى، وينصب هرم ميدوم للملك سنفرو في عهد الدولة القديمة الأسرة الرابعة. ويعتبر أيضا هرم ميدوم هو حلقة الوصل بين الهرم المدرج والهرم الكامل، ويعتبر هرم ميدوم واحد من بين 3 أهرامات الذي تم تشييدهم في عهد الملك سنفرو. وأيضا يعتبر هرم ميدوم هو أقدم مجموعة هرمية كاملة تم الكشف عنها حتى الآن، ويعتبر هو خامس أكبر أهرامات مصر القديمة، ويصل ارتفاع الهرم حاليا إلى 45 متر. وأيضا الهرم اكتسب لقب الكاذب بعد انهياره وقت ما كان بيتبني وتحول لمقر حكم الملك سنفرو في دهشور، والذي تركه وأمر ببناء هرم جديد يدفن فيه. تتكون هذه المجموعة من السور الخارجي والذي أصبح الآن مهدما، والطريق الصاعد له جدران ولكن ليس له سقف، ومعبد الوادي والذي يقع في نهاية الطريق الصاعد وهو الآن موجود تحت سطح الأرض تحت منسوب المياه الجوفية في الحقول. وأيضا المعبد الجنائزي عندما عثر عليه بتري يكاد يكون كاملا، وما زال سقفه في حالة جيدة جدا، كما عثر به على مائدة قرابين ولوحتان مرتفعتان من الحجر، كما عثر على جدرانه على كتابات ترك زوار هذا الموقع ربما في العصور القديمة، يشير بعضها للملك سنفرو ويرجع بعضها لأواخر أيام الدولة القديمة، وأكثرها يرجع للأسرة 18. أحد هذه النقوش ترجع لعهد الملك تحتمس الثالث، نقاشها الكاتب عاخبر قارع سنب، ويذكر أنه جاء ليرى معبد سنفرو الجميل ويطلب الرحمة لروح الملك المتوفي سنفرو وأمه الملكة مارسي عنخ. وينصب هرم ميدوم إلى الملك سنفرو لأنه هو من أتم تشييده في هذه المجموعة، ولأن والده الملك حوني توفى قبل أن يتمها فأكملها ابنه سنفرو لأنه أحس بأنها أقل مما يليق بصاحبه. كان يتكون هرم ميدوم من 7 درجات، ولكن لم يظهر منه الآن سوى 3 فقط، وتم ملء درجاته وكسح أحجاره والجزء الخارجي منه من الحجر الجيري، وأصبح هرم صحيح بعد أن كان مدرجا.
ويقع مدخل هذا الهرم في منتصف الضلع الشمالي وعلى ارتفاع 30 متر من سطح الأرض، ويؤدي هذا المدخل إلى ممر هابط يصل طوله ل 57 متر. وفي عهد الدولة الحديثة تم تحطيم الكساء الخارجي للهرم، وما زال أثر هذا الهدم موجود الآن ومتراكم. وهناك أيضا جبانة تسمى بجبانة آثار أبو صير، الواقعة داخل قرية أبو صير في مركز الوسطى، والتي تضم مجموعة كبيرة جدا من المقابر المنحوتة في باطن الأرض واللي بتصل إلى أعماق حوالي 14 متر، بالإضافة إلى عتقة آثار إهناسيا الشهيرة التي عثر بها على مجموعة من المقابر تحديدا من عصر الأسرة الـ22، وأيضا وجد بها نقوش مختلفة، وما زالت بقايا أعمدة المعبد الروماني موجودة حتى الآن في المنطقة. كما توجد لدينا أيضا في محافظة بني سويف منطقة آثار دشاشة التي تقع على بعد 15 كيلو جنوب غرب إهناسيا المدينة، والمقابر بها ترجع لعهد الدولة القديمة، وكذلك منطقة آثار الحيبة الواقعة في الجانب الشرقي من النيل، والتي تضم بقايا أسوار المدينة منذ عصر الأسرة 21. وأيضا يوجد في محافظة بني سويف متحف محافظة بني سويف الذي يتميز بأنه من أندر المتاحف الموجودة في المحافظة. وتتميز أيضا محافظة بني سويف وجود متحف المحافظة الذي يضم العديد من الآثار القديمة من مختلف العصور الفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية، إلا أن المتحف تحول إلى مخزن الآن بعدما أغرقته المياه الجوفية، وتقوم وزارة الآثار بترميمه. والمتحف مصمم على هيئة هرم ميدوم، وهو يضم مجموعة من أجمل الآثار التي ترجع إلى العصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث، ويتكون من طابقين، الطابق الأرضي يضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ والعصور الفرعونية حتى العصر اليوناني والروماني. طوابق متحف بني سويف. الطابق الأول فهو يحتوي على آثار العصر الفرعوني من بداية عصر ما قبل التاريخ، والطابق العلوي فيشمل الآثار القبطية والإسلامية، كما يضم أيضا بعض مقتنيات أسرة محمد علي. أهم مقتنيات متحف بني سويف تمثال الكاتب، حيث كان الكاتب جالس في جلسته التقليدية متربعا مرتديا نقبة قصيرة ويقبض بيده اليسرى على بردية. وأيضا من ضمن مقتنيات متحف بني سويف مائدة القرابين، حيث كانت مستطيلة الشكل بها ثلاثة أحواض، اثنان من الأحواض مستطيلة الشكل يتوسطهما مربع آخر، أسفله منظر يمثل المتوفي جالسا أمام مائدة القربان. وأيضا باب وهمي موجود عليه صورة لصاحبة المقبرة تمسك في يدها اليسرى زهرة اللوتس وتجلس أمام مائدة القرابين التي يعلوها الخبز، وأسفل هذا المنظر صورة الصبيين يمسك كل منهما زهرة اللوتس، وعلى أكتاف الباب شريط من الكتابة الهيروغليفية ينتهي بمنظر لابنتي صاحب المقبرة. وأيضا لدينا نموذج لرجل يعد الطعام، نموذج يمثل رجلان يعجنان جالسان بوضع الكرفساء يرتكز على قاعدة، وأمامه إناء يمسكه بيده اليسرى واليد اليمنى تعمل في العجن. وأيضا يحتوي على تمثال للإله جحوتي، حيث يظهر التمثال على هيئة قرد البابون، وأيضا تمثال للإله بتاح، حيث كان واقفا مرتديا العباءة الطويلة والذقن المستعارة وممسكا بعلامة العنخ، وتمثال العجل أبيس، وهو تمثال صغير للعجل أبيس في أحد أوضاعه المميزة مصنوع من البرونز المصبوب، تظهر به مهارة الفنان المصري منذ القدم في تطويع المعادن وتشكيلها، وذلك طبقا لمقاييس ونسب ثابتة طوال العصور الفرعونية. وأيضا تميمة للإله حرشف وشبابيك الأولل، حيث تظهر بزخارف هندسية ونباتية دقيقة مفرغة المخطوط فيها، حيث تحتوي هذه الشبابيك على مخطوطة مكونة من 29 ورقة.
موجود عندنا مشكان من الزجاج من النوع الذي كان يستخدم في إضاءة المساجد منذ العصر المملوكي. ولدينا أيضا كهف سنر، ويعد كهف سنر من الأماكن الفريدة والتي يرجع تأريخها ل65 مليون سنة، ويعتبر الكهف ظاهرة فريدة من نوعها في مصر بل في العالم كله. وتظهر في الكهف نتوءات كليسي تمثل صواعد وهوابط منها الشفاف كالزجاج ومنها الأبيض كالتلج، ومنها ما يشبه الأنابيب الزجاجية الطويلة، ومنها ما يشبه الشعب المرجانية. وتقع المحمية بالقرب من قرية سنور والتي ترجع بالضفة الشرقية لنهر النيل، وتبعد حوالي 18 كيلو متر عن كوبري النيل، ويبدأ طريق المحمية من أمام القرية في طريق صحراوي ممهد طوله حوالي 50 كيلو متر في الاتجاه الجنوب الشرقي والذي يعرف بدرب الرخام. وأيضا محمية كهف وادي سنور من أهم المزارات السياحية في مصر وأهم محميات في العالم، خاصة لقربها من القاهرة ولها تاريخ عريق. فقد تكون الكهف نتيجة تفاعلات كيميائية للمياه الجوفية تحت سطح الأرض واختلاطها بالحجر الجيري منذ العصر الإيوسيني، أي منذ 45 مليون سنة. وهذه التفاعلات قد أنتجت رخام الألباستر، وهو أجود أنواع الرخام في العالم والذي يستخدم في صناعة أدوات الزينة وأواني الزينة. وتقع محمية كهف وادي سنور على بعد 70 كيلو متر شرق مدينة بني سويف، اكتشفها عمال المحاجر في المنطقة عام 1992 وهم يبحثون عن رخام الألباستر. وأيضا علماء الجيولوجيا أكدوا أنها ترجع للعصر الإيوسيني الأوسط، أي منذ حوالي 45 مليون سنة، وتم الإعلان عنها رسميا كمحمية طبيعية في عام 1992. وتعتبر محمية كهف وادي سنور أحد الكهوف النادرة عالميا والفريدة من نوعها، فلا يوجد لها مثيل عالم سوى كهف في ولاية فيرجينيا. وبها أيضا تكوينات صخرية تكونت عبر ملايين السنين، وهو أيضا يعتبر مكان سياحي جذاب يضاف إلى الأماكن السياحية في محافظة بني سويف، حيث تم وضعها على خريطة مصر السياحية. وأيضا يمتد كهف وادي سنور نحو 700 متر في بطن الأرض بعمق 15 متر، يصل إلى اتساع الكهف حوالي 15 متر تقريبا. محمية كهف وادي سنور أو سحر الطبيعة في باطن الأرض. الآثار الإسلامية. تضم محافظة بني سويف العديد من الآثار الإسلامية، منها مقبرة مروان بن محمد الموجودة في قرية أبو صير، وهو آخر ولاة الدولة الأموية. وهناك مئذنة المسجد الكبير بدلاس والتي يرجع تاريخها للعصر الفاطمي، حيث يصل ارتفاعها ل 14 متر، وهي عبارة عن مبنى ثماني الشكل مكون من 4 طوابق تحليها زخارف إلى الجانب الزخارف الهندسية التي تشبه الشمس المشعة. كما تضم المحافظة مسجدي السيدة حورية ومسجد عمر بن عبد العزيز. وأيضا لدينا من ضمن المعالم الإسلامية في بني سويف مسجد الديري بمحافظة بني سويف. يعد مسجد الديري من أشهر المساجد التاريخية في محافظة بني سويف، افتتحه الملك فاروق بعدما بناه همام بن درويش الديري عام 1327 هجريا، أي أكثر من 115 عاما، كما يعتبر من أوائل المساجد المنضمة لهيئة الآثار الإسلامية. المسجد أنشئ بالجهود الخيرية، وهو عبارة عن مساحة مستطيلية تزيد على 600 متر مربع وتحتوي على أعمدة رخامية جلبت لنا من إيطاليا. القبلة عبارة عن حانية دائرية ويكتنفها عمودان مدمجان من الرخام، فتجمل القبة بالزخارف النباتية والهندسية المذهبة.
والمسجد له سقف خشبي تتوسطه زينة مغشاة بالزجاج الملون، وهو مزين بزخارف نباتية. مئذنة المسجد التي تتوسط الواجهة الشمالية الغربية تعد تحفة معمارية، وهي عبارة عن قاعدة مربعة يليها جسم مثمن، ثم دورة المؤذن يعلوها جسم اسطواني، تعقبه دورة أخرى تليها قمة المئذنة وهي بصلية الشكل، وتنتهي بهلال من النحاس. تتميز المئذنة بزخارفها الهندسية والنباتية بالإضافة إلى عقود والأعمدة المدمجة. وأيضا المسجد به أعمدة رخامية نادرة ودكة كان يصعدها المؤذن قبل الميكروفونات ليبلغ التكبيرات للإمام وللمأمومين. وأيضا محافظة بني سويف تضم العديد من الأماكن الأثرية والسياحية الهامة، والتي كانت جزءا من تشكيل الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، خاصة أن منطقة مثل إهناسيا المدينة كانت عاصمة لمصر لفترة ليست بالقصيرة. وأيضا تحتوي بني سويف وتحديدا منطقة ميدوم على مقابر شهيرة مثل مصطبة نفرماعت وآتت التي وجد بها الرسم المعروف باسم أوز ميدوم، وقد عثر على هذه الصورة الجدارية في مصطبة نفرماعت وزوجته آتت، حيث كانت تحلى أسفل أحد حوائط الدهليز المؤدي إلى مقصورة آتت، وقد استخدم فيها ألوان مستخرجة من مواد طبيعية، فاللون الأبيض من الحجر الجيري والأحمر من خام الحديد والأخضر من الملاخيت، وكانت هذه المواد تمزج بزلال البيض، وهي تصور ثلاثة أزواج من الأوز تتغذى على الحشائش، منها ثلاثة تلفت إلى اليمين وتنظر الثالثة الأخرى إلى الجانب الآخر في تناظر. ولدينا أيضا أثار الحيبة من بني سويف إلى متحف برلين. تعتبر منطقة أثار الحيبة شرق النيل بالفشن جنوب محافظة بني سويف من أهم المناطق الأثرية الموجودة في مصر، حيث تتعدد بها الآثار الثابتة، فمنها ما يمثل العمارة الدينية تمثلة في معبد المعبود آمون، وكذلك عمارة مدنية عبارة عن أبنية المدينة الأثرية، والعمارة العسكرية تتمثل في قلاع وحصون عسكرية، حيث أن هذه المنطقة كانت بوابة مصر الجنوبية. وتضم أيضا هذه المنطقة جبانات أثرية للعديد من الأسر الفرعونية المتعاقبة، وهي عبارة عن مكان مرتفع بجوار منازل أهالي المنطقة. وقد تعرضت هذه المنطقة الأثرية للسلب والنهب رغم أهميتها التاريخية وقيمتها الأثرية التي لا تقدر بثمن. كما يوجد أيضا بالمنطقة بقايا معبد الملك شاشنك من الأسرة 22 الذي بناه للإله آمون، وأهم ما خرج منها مجموعة أوراق البردي التي تحوي القصة الشهيرة لمغامرات البحار وين آمون. وكانت أيضا مدينة الحيبة ذات أهمية خاصة لكونها حدا أساسيا فاصلا بين الشمال والجنوب، وكان اسمها قديما حيدبنو، وتحول الاسم في اليونانية إلى هيبينوس الذي يرتبط بأسطورة نشأة الخلق في مذهب عين شمس. حتى عرفت بالحيبة ويوجد العديد من الآثار المكتشفة في المنطقة قديما بالمتحف المصري ومتحف برلين. ويعد أيضا تل أثار الحيبة من التلال الأثرية المهمة، وبه جبانة تعود لعصر الانتقال الثالث، كما أنه غني بأثار لفترة تاريخية مهمة من الأسرة 20 وحتى الأسرة 22، وهي من الفترات التاريخية المهمة، وكانت بمثابة البلد الحدودية بين كهنة آمون في طيبة وملوك مصر في تانيس، وبني بها سور ضخم ختم بأختام كهنتها. ومنذ عام 2001 أصبحت الحيبة مركزا لعمليات تنقيبية مهمة وأبحاث مستمرة من قبل فريق علماء آثار جامعة كاليفورنيا بروكلي. دي شاشة أول جبانة مصرية منحوتة في الصخر، وسوف نتحدث عنها.
تعد منطقة آثار دشاشة من أهم المزارات السياحية والأثرية بمركز سموسطة بل في محافظة بني سويف، وهي عبارة عن جبانة فرعونية متميزة تقع أعلى الجبل الغربي على ارتفاع 40 متر من سطح الأرض، وتعود إلى الأسرة الخامسة من العصر الفرعوني القديم، وتحتوي على مقابر تم بنائها في الصخر في باطن الجبل، وتوجد بها مقبرة شيدو وإنتي والتي تبدو كأنها نفق أو كهف. إنها كانت منقورة في الصخر، وبمجرد نزولك بداخلها ستشعر أنك داخل مغارة بها الكثير من المتاهات. آثار إهنسيا عاصمة مصر القديمة. مركز ومدينة إهنسيا إحدى أهم المدن التابعة لمحافظة بني سويف، وتقع غرب المدينة، وكانت عاصمة لمصر في عهد الأسرتين لمدة تجاوزت القرنين من الزمان في الفترة الأخيرة، وتبلغ مساحة المنطقة الأثرية في إهنسيا 390 فدان، وبها بقايا معبد الملك رمسيس الثاني وتمثالان للملك مصنوعين من الكوارتز، وأقام رمسيس الثاني أمام البهو الأمامي للمعبد تمثالين كبيرين له، ثم يأتي من بعدها بهو أعمدة ثنائية ذات تيجان مزينة بزينة أوراق النخيل، وأيضا صالة أعمدة تقود إلى داخل المعبد، وقد استبدلت بعض أجزاء المعبد خلال الأسرة 23، كما أجريت ترميمات على المعبد خلال فترة الحكم الإغريقية الرومانية. الأديرة في محافظة بني سويف. حظيت محافظة بني سويف عن مثيلتها من محافظات مصر بالكثير من الآثار القبطية والمزارات التي يتوافد إليها الأقباط من شتى مدن الجمهورية لزيارتها، ومن ضمن هذه الأديرة دير الحمام الذي يقع بالقرب من قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال غرب محافظة بني سويف. ويرجع هذا الدير إلى القرن الرابع الميلادي وينسب إلى القديس الأنبا أبو إسحاق، وهو عبارة عن حوض واسع به هيكل رئيسي للسيدة العذراء وآخر لماري جرجس. دير سيدمنت والذي يقع غرب سيدمنت الجبل بمركز إهنسيا تحديدا غرب محافظة بني سويف، يعرف باسم مير جرجس، ويتميز بإقامة المولد الخاص به والذي يتوافد عليه الأقباط والمسلمين من الأماكن المختلفة لزيارته. والمبنى الأثري الوحيد بالدير هو الكنيسة، وهي تتكون من ثلاثة هياكل نصف دائرية، ثم منطقة الخورس والتي تفتح على صحن الكنيسة بثلاثة أبواب، الباب القبلي مسدود الآن وقد تم تدعيم القباب الوسطى بوضع زوج من الأعمدة بين الدعامات، وتقع المعمودية في الجزء المضاف بالهيكل. ويلاحظ أيضا وجود بقاية الأعمدة التي ترجع للقرن السابع والثامن الميلادي. أما دير العذراء مريم فيعد من أكبر الأديرة الموجودة في محافظة بني سويف، حيث يقع الدير على البر الشرقي من النيل تجاه مدينة بني سويف. ويقع أيضا دير بياض شرق مدينة بني سويف حوالي 2 كيلو، وأصبح الوصول إلى الدير أمرا ميسورا بعد بناء الكوبري العلوي بمدينة بني سويف، ويسمى بدير بياض نسبة إلى قرية بياض العرب، وأطلق عليه حكوميا دير بياض العرب عام 1960. وترجع التسمية القديمة إلى أن الدير زارته العائلة المقدسة أثناء رحلة الهروب إلى أرض مصر وباتت في هذا الدير، مما أضفى عليه راحة ونسمة وطمأنينة وسلاما. وكان في الدير كنيسة قديمة تهدمت وبني مكانها كنيسة جديدة في الستينات، وتوجد هناك بعض قطع الجرانيت المتبقية من الكنيسة القديمة التي كانت مكان الكنيسة الجديدة التي قام بتوسيعها من الناحية الشرقية الأنبا استونيانس. كما
يوجد أيضا في الدير البئر الأثري الذي كان يشرب منه الرهبان الذين توالت عليهم الأزمان إلى أن تخرب الدير. وموقع الدير يقع على ضفاف نهر النيل مما يعطي له روعة من الجمال الطبيعي، وقد أقيمت قلاع وفنادق جميلة وعدة مباني أيضا تعطي للزوار راحة واستجمام ومتعة روحية. أما الأشهر قاطبة فيوجد في مدينة ناصر شمال المحافظة، وتحتوي على عديد من الأديرة، ويحتوي على 2 من أكبر الأديرة، الأول وهو دير الأنبا أنطونيوس، وبه كنيسة ذات طراز متميز حيث بنيت على طراز كنيسة القيامة بفلسطين، وقد انتقلت إدارة الدير إلى هذا المكان. والثاني هو دير الأنبا بولا بناصر، يقع بمدينة ناصر على بعد 7 كيلومتر من محافظة بني سويف، وبه كنيسة ذات طراز متميز حيث بنيت على تراث كنيسة القيامة بفلسطين في القرن 18 و19، والكنيسة بها حوالي 12 قبة استبدلت قباب الخورس الغربي بسقف مستوي، وبها على اليمين أيقونة أثرية للسيدة العذراء داخل فارغ بالحائط، وعلى اليسار بلكونة علوية بمشربية، وباب الكنيسة مزغرف بالطوب الملون المحروق بأشكال هندسية رائعة وجميلة. كنت معكم الباحثة ملك ياسر. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.